أمين الشرطة في بلادي مصطلح سيء السمعة، لدرجة إن هم عملوا عليه أفلام، ودايماً أمين الشرطة بيطلعوه يخوف، حاجة كده تخوف، يقول لك إلحق أمين الشرطة جاي، لأن الضباط كمان. إلا أننا فوجئنا في الأيام الأخيرة إن إحنا ممكن نلاقي أمين شرطة محترم، لدرجة إن إحنا كنا بنقول من كتر المساوئ والسمعة السيئة اللي على أمين الشرطة، كنا بنقول إن هو اسم على غير مسمى. يعني هو أمين وهو أكتر واحد خاين، لكن طلع المرة دي بمنتهى الفخر والعزة ماسك علم فلسطين. محمد عبد الجواد أمين شرطة، بس أمين شرطة وأمين بجد. فاعترض وقام مولع في نفسه. أهو اللي عمله محمد عبد الجواد في مصر لا يقل أبدا عن اللي عمله الطيار بتاع كوكب زحل. وصلوا رسالة إن المواقف أهم من الكلام، وإن الناس دي بمواقفها أهم من شيوخ كتيرة جدا. حتى الراجل بتاع كوكب زحل ده بالمناسبة أهم من شيوخ كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين الشرطة في بلادي وظيفة بيقوم بيها اللي هو نقدر نسميه كده المساعد للضابط، وهي وظيفة موجودة في الداخلية وموجودة في الجيش، لكن المصطلح ده واخد سمعة مش كويسة عند عموم الدول الدكتاتورية وخاصة في بلادي مصر. أمين الشرطة في بلادي مصطلح سيء السمعة، لدرجة إن هم عملوا عليه أفلام، ودايما أمين الشرطة بيطلعوه يخوف، واحد كده هو اللي بيحاسب على الفواتير بتاعت الضباط كلها. فمثلا أيام مبارك في الأفلام والمسلسلات ما كانوش يقدروا يتكلموا عن المنظومة البوليسية الفاسدة، لا يتكلموا عن لواء ولا ضابط فاسد، إنما يتكلموا عن أمين شرطة فاسد. وأظن والله أعلم إن لم تخن الذاكرة في فيديو أو مقطع سينمائي كده شهير قوي لممثل مصري وهو اسمه حاتم، وقاعد بياكل كده وبتاعه بيقبض إتاوة من الناس. هو ده المشهد اللي في ذهن الناس في الدول البوليسية العسكرية عن أمين الشرطة، حاجة كده تخوف، يقول لك إلحق أمين الشرطة جاي، لأن الضباط كمان بيشيلوا الأمين الشرطة الأعمال القذرة كلها. يعني الضابط مثلا عايز يخلص مصلحة من واحد عنده تهمة فيبعت له أمين الشرطة، في قضية معينة وعايزين يترمخوا عليها يعني يقفلوها كده وبتاع، يخلي أمين الشرطة اللي يعملها. فأمين الشرطة ده بتاع الأعمال الإيه كلها. إلا أننا فوجئنا في الأيام الأخيرة إن إحنا ممكن نلاقي أمين شرطة محترم، درجة إن إحنا كنا بنقول من كتر المساوئ والسمعة السيئة اللي على أمين الشرطة، كنا بنقول إن هو اسم على غير مسمى. يعني هو أمين وهو أكتر واحد خاين، خاين للوطن وخاين للبتاع اللي بينتمي إليها دي وكل حاجة. إلا أننا في الأيام الأخيرة فوجئنا إن فيه أمين شرطة محترم، ده مش أمين واحد، دول اتنين، والاتنين تقريبا بيخدموا مع بعض في نفس المكان في محافظة البحيرة. الأول فاكرين حضراتكم الحادثة اللي حصلت في اسكندرية قبل كام شهر كده مع بداية الأحداث بتاعت غزة؟ أيوة، أمين الشرطة ده المحترم الله يفك أسره، احنا هو طبعا مش عارفين هو إيه اللي حصل له دلوقتي، مفيش معلومة عنه. طيب الأيام اللي فاتت بقى طلع واحد أمين شرطة تاني، لكن طلع المرة دي بمنتهى الفخر والعزة ماسك علم فلسطين، واقف على أعلى حاجة يعني كانت متاحة بالنسبة له، طلع فوق لوحة الإعلانات في أعلى مكان في محافظة البحيرة، وبيرفع علم فلسطين بالطريقة العجيبة الجميلة العبقرية دي.
وبيهتف السيسي خاين وعميل. ولو شفناه كمان في مشهد تاني وهو بقى بيقلع أو بيتبرأ من أي حاجة تربطه بهذه الدولة البوليسية العميلة، فهو هو قدامنا بيرمي الكاب وقلع الزي العسكري بتاعه وقام رماه ومسك العلم. الله عليه، ده اسمه محمد عبد الجواد، أمين شرطة، بس أمين شرطة وأمين بجد. أول مرة نشوف أمين شرطة ويبقى أمين بجد، أمين فعلا. حياك الله يا محمد، حفظك الله وثبتك وأيدك ورعاك. موقف في الحقيقة موقف جريء جدا. هذا الموقف لا يقل أبدا عن موقف الطيار الأمريكي. عارفين الموضوع بتاعه، مش لازم نتكلم بقى عنه يعني، عشان الجماعة دول عندهم حساسية عليه. طيار أمريكي كده يعني إيه؟ كان يا مكان كده في سالف العصر والأوان، كان في زمان قوي في كوكب زحل، كان في طيار ومش عاجبه اللي بيحصل في الكوكب، فاعترض وقام مولع في نفسه. أهو اللي عمله محمد عبد الجواد في مصر لا يقل أبدا عن اللي عمله الطيار بتاع كوكب زحل. ففي الحقيقة عمل بطولي ووصل من خلاله رسالة مهمة جدا. ولا يقل موقف محمد عبد الجواد رغم انه اتقبض عليه طبعا، والله اعلم مصيره ايه دلوقتي ولا هو فين، وربنا يفرج عنه ويحفظه ويسلمه اينما كان. لا يقل برضه عن الموقف البطولي اللي عمله زميله وفي نفس الخدمة او في نفس المنطقة كمان، بس كان في اسكندرية اللي هو من كام شهر. في الحقيقة الموقفين بطولة في وقتها، ووصلت رسالة قوية جدا، سواء كانوا الاثنين دول أو الراجل بتاع كوكب زحل. وصلوا رسالة عنوانها فعل رجل في 1000 رجل أقوى وأفضل من قول 1000 رجل لرجل. وصلوا رسالة إن المواقف أهم من الكلام، وإن الناس دي بمواقفها أهم من شيوخ كتيرة جدا. حتى الراجل بتاع كوكب زحل ده بالمناسبة أهم من شيوخ كتير، بيطلعوا يتكلموا عن فضل الأعمال وفضل معرفش إيه. محمد عبد الجواد ده، هذا الأمين الأمين الصادق المخلص الذي عبر وأقام الحجة علينا وعلى الجميع وأسقط المسؤولية الشرعية عن نفسه، في الحياة تصرف بطولي، ربنا يحميه ويحفظه. وبكده بقى يبقى لم يدع محمد ولا أخيه اللي قبله، لم يدع عذر لأحد، إن كل واحد مننا يستطيع يعمل حاجة. وأعدوا لهم ما استطعتم، كل اللي يستطيع يعمل حاجة يعملها، وكل واحد في مجاله. اللي عايز يعمل زي بتاع اسكندرية تمام، حياك الله، توكل على الله، يلا جدد النية وروح وربنا يعينك. اللي عايز يعمل زي محمد وجمع أصحابه ويتظاهروا على هذه الأنظمة المستبدة، يبقى حياهم الله ووفقهم الله. لكن بلاش زي الراجل بتاع كوكب زحل ده، بلاش، لأن احنا محتاجينكم ولسه في دور مهم جاي إن شاء الله تعالى. المهم إن محمد أدى ما عليه، وأسأل الله تعالى أن يحفظه. ومحمد بيقيم الحجة علينا جميعا، وخاصة على شيوخ المذلة والعار. الأهم من ذلك إن محمد بيكشف لنا جانب مهم جدا عن قلوب، ما زالت هذه القلوب ما زالت محبة لله عز وجل ومحبة للتضحية في سبيل الله، رغم إن هم جواهم يعني تبعهم يعني رجالتهم، يعني ممكن يبقى فيه ضابط محترم وأمين فعلا، أمين ومحترم، وممكن يبقى فيه جندي محترم أكيد طبعا. الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك سنة الله عز وجل القاهرة الغالبة التي لا دخل فيها لأحد. فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب محمد وصحبه، وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة.
اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.